مواليد بغداد. أصعد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، نحييكم ونتولى على تقديمه من لندن. أنا سعيد شبيب برفقة زميلة شيرين درويش. أهلا بك سعيد، أهلا بكم مشاهدينا من نفس المكان والزمان، نحييكم. نقدم لكم حصاد الليلة، معنا فيه من استوديو دبي خمائل العاملي ومن استوديو أربيل عمر الأطرقجي، ونبدأ الحصاد بأبرز وأهم المستجدات. بيزوشكيان يدعو من العتبة العلوية إلى السير على نهج الإمام علي في خدمة الناس لا الاكتفاء بزيارة ضريحه. إيران وإقليم كردستان وقفا معا في الأحداث التي شهدتها المنطقة في الماضي، العلاقة بيننا عميقة ونهدف إلى تعزيزها. إيران وكردستان يتفقان على إزالة العقبات أمام العلاقات الثنائية، وبزشكيان يقول لا أشعر بالغربة بين إخوتي في الإقليم. يجب أن تتضافر الجهود للسلطات الثلاث والسلطة الرابعة التي هي سلطة القوى السياسية وسلطة المجتمع. المالكي يعيد تعريف مصادر القرار في العراق، القوى السياسية سلطة رابعة تحمي السلطات الثلاث. وفي حصاد الليلة، اجتماعات مكوكية للإطار التنسيقي خلال أيام معدودة، الأزمة السياسية في العراق نائمة أم يقظة؟ توجهنا بالصناعة تغطية احتياجات السوق، لكن بالتأكيد على المدى المتوسط ما يفيض من الإنتاج ممكن نصدر. بضمنها مصانع أسمدة في البصرة وبيجي. السوداني يرعى مراسم توقيع عقود ثلاثة مشاريع صناعية ويدعو مجددا للشراكة مع القطاع الخاص. البنتاغون يسحب حاملتي طائرات من الشرق الأوسط إلى المحيطين الهندي والهادي، هل انتهى التهديد الإيراني بالرد؟ معادلة غريبة تخلط أوراق الاقتصاد الريعي، خام البصرة يهبط بينما تصعد أسعار النفط. مساء الخير، نبدأ هذا الحصاد من نشاط الرئيس الإيراني الذي لا زال مستمرا بزيارة العراق، إذ زار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مرقد الإمام علي عليه السلام في العتبة العلوية خلال زيارته إلى محافظة النجف، وأكد أنه قادم إلى النجف لمعاهدة الإمام علي عليه السلام واتباع منهجه في تقديم الخدمات إلى الناس، مضيفا أن المشكلة عندنا كمسلمين أننا نزور مرقد الإمام علي عليه السلام شكليا، لكن لا نسلك طريقه ولا نتبع أوامره. ووجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان دعوة رسمية إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني لزيارة إيران، وذلك خلال لقاء موسع عقده في أربيل في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الإيراني للعراق. وتبادل البرزاني وبازشكيان خلال اللقاء الرؤى ووجهات النظر حول الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، كما أكد أهمية التنسيق وتعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وإيران في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وليس ببعيد عن هذا الإطار، تحدث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن عمق العلاقة التي تربط إيران وإقليم كردستان، ودعا إلى استثمار هذه العلاقة وتعزيزها على الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدا خلال مؤتمر مع رئيس إقليم كردستان جربان البرزاني أن إيران وإقليم كردستان وقفا معا في الأحداث التي شهدتها المنطقة في الماضي، وأن زيارته إلى الإقليم تهدف إلى معالجة المشاكل وتعزيز أواصر العلاقات المشتركة.
إيران وإقليم كردستان وقفا معا في الأحداث التي شهدتها المنطقة في الماضي. العلاقة بيننا عميقة ونهدف إلى تعزيزها. رؤيتهم هي أننا ضحينا بدمائنا سويا، وهذا أمر مختلف عندما ينظر إليه المرء من زوايا أخرى. ولا فرق بين أبيض وأسود ولا بين العرب والعجم إلا بالتقوى. حضورنا اليوم إلى أربيل يهدف إلى حل المشكلات العالقة وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها الأمنية والسياسية. أنا أشكر رئيس الإقليم والمسؤولين الآخرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. من جانبه شدد رئيس إقليم كردستان نجرفان البرزاني على عدم السماح في استخدام أراضي كردستان لتهديد أمن إيران. وأكد نجرفان البرزاني في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في أربيل، أكد استعداد الإقليم لتعزيز العلاقات مع إيران على جميع المستويات، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضا تعزيز العلاقات خصوصا على الصعيد الأمني. امروز به عنوان اولین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی که از از اربیل دیدن میکنن برای ما با تمام معنا تاریخی هست. حضور پزشکیان که اول رئیس لایران یزور اربیل تاریخی بمعنى الكلمه. الجلسات تناولت تعزیز العلاقات خصوصا على الصعيد الامني، واكدنا ان ارض اقليم كردستان لن تشكل تهديدا للاراضي الايرانيه باي شكل من الاشكال، وان تكون اراضينا منطلقا ضد ايران. نعم توجد هناك بعض المشاكل، ولكننا عازمون على حلها كفريق واحد. وأقول لكم، علاقات إيران مع إقليم كردستان تاريخية وقد رأيناها سندا لنا. كما عقد في إقليم كردستان اجتماع موسع ضم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس الإقليم نجرفان البرزاني بحضور رئيس حكومة كردستان مسرور البرزاني وعدد من كبار المسؤولين في الإقليم. وأكد بازشكيان خلال الاجتماع حرص إيران على توطيد التعاون الثنائي مع كردستان، فضلا عن التعاون في إرساء الظروف الأمنية اللازمة لتعزيز التعامل الاقتصادي والتجاري لا سيما في المناطق الحدودية. من جانبه أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني مواصلة تطوير علاقات الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. هذا وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في السليمانية سلسلة لقاءات مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وممثلي اليكاتي في حكومة الإقليم لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وكردستان. وأكد أهمية التعاون الثنائي من خلال إعادة وثيقة استراتيجية شاملة طويلة الأمد تهدف لتطوير العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والأمن، مؤكدا استعداد إيران لتوسيع تعاونها مع جيرانها بما في ذلك إقليم كردستان لتلبية احتياجات الطرفين. وبحث رئيس تحالف العزم مثنى السمرائي مع الرئيس الإيراني عددا من القضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد، وبحث أيضا في سبل تعزيز العلاقات بين العراق وإيران. بيان لتحالف العزم قال إن السمرائي عرب خلال لقائه ببازشكيان في مقر رئاسة مجلس النواب عرب عن أمله في أن تكون هذه الزيارة بداية جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أهمية مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اجتمع في بغداد بعدد من قادة الإطار التنسيقي في مقر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بحضور رئيس الوزراء محمد شيع السوداني. وأكد الحكيم خلال اللقاء أن الإطار التنسيقي يطلع بدور في العراق باعتباره حجر الزاوية في المعادلة السياسية عبر اتخاذ المواقف الاستراتيجية، كما أشار إلى أن البلد يلعب دورا في المنطقة من حيث تقريب وجهات النظر. كما التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في بغداد رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلوي بحضور رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وعدد من رؤساء الكتل النيابية والنواب. وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لرئاسة البرلمان الاتفاق على ضرورة تفعيل الخطط الاستراتيجية والاتفاقات الثنائية
لا سيما الأمنية والاقتصادية والمتعلقة بضبط الحدود المشتركة ومنع كل أشكال التهريب. رئاسة الوزراء ما لها علاقة بالانتخابات. زين. إنما هي قضية توافقية، أخذ 50 أخذ 60 أخذ 1، يتفقون على شخص معين من رئاسة الوزراء وهو اللي يمشي. أنت الآن صارت عندك قناعة بأنه لا ولاية ثانية. حس ليش لا ولاية ثانية؟ فمعناها أنت ضد النجاح. من اللي جاي قاتل؟ كل الكتل السياسية. كل الكتل السياسية؟ كل الكتل السياسية إطلاقا. قتالهم على المناصب ليش؟ السؤال يطلع. حتى يقدمون الناس خدمة غير؟ لا ما قدموا خدمة. العشيرة ليش قاتل؟ حتى يستفادون من خلال المناصب. هل السيد السودان تدخل بمصالح الأحزاب؟ نعم. شلون؟ منحها. شلون منحها؟ قطعها. قطعها؟ طبعا. الاقتصاديات قطعها؟ إلى حد ما. علي من؟ بعد هذا واضح. بزن. الحصص انقطعت. بزن. زين؟ ولذلك المواقف تغيرت. يعترف بالإطار التنسيق أن يحدث أفكاره وتوجهاته لأن المرحلة ومتطلباتها اليوم غير مرحلة أمس. البنتاغون يسحب حاملتي طائرات من الشرق الأوسط إلى المحيطين الهندي والهادي، فهل انتهى التهديد الإيراني بالرد؟ إذن في واحد من أبرز ملفات حصاد اليوم، قررت وزارة الدفاع الأمريكية إنهاء مهمة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط وإعادتهما إلى قاعدتهما، وذلك بعد تعزيز واشنطن وجودها العسكري بالمنطقة لحماية إسرائيل من هجمات إيرانية محتملة. ونقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن مسؤولين قولهم إن حاملة الطائرات USS تيودور روزفلت والمدمرة USS دانيال إنوي غادرت مياه الشرق الأوسط وعادت للمحيطين الهندي والهادي. وبحسب المسؤولين فإن المدمرة الأخرى USS راسل غادرت الشرق الأوسط بالفعل وتعمل في بحر جنوب الصين، أما حاملة الطائرات أبراهام لينكولن فإنها ستبقى في خليج عمان الذي وصلت إليه قبل 3 أسابيع. في المحصلة اعتبرت عودة عدد من حاملات الطائرات الأمريكية إلى مواقعها في المحيط الهندي والهادئ مؤشرا على إمكانية عودة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع حديث المسؤولين الإيرانيين بشأن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيجي في يوليو تموز الماضي. المزيد في سياق هذا التقرير. المهمة انتهت وبدأت العودة. واشنطن تعيد حاملة الطائرات USS تيودور روزفلت والمدمرة USS دانيال إنوي إلى منطقة قيادة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بعد تعزيز واشنطن وجودها العسكري بالمنطقة لحماية إسرائيل من الهجوم الإيراني المحتمل. لكن وبرغم ذلك فإن عددا من السفن الأمريكية لا تزال في منطقة شرق البحر المتوسط، فضلا عن مدمرتين والغواصة الموجهة بالصواريخ USS جورجيا الموجودة في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين. ويرى خبراء في الشؤون الدولية أن الرد الإيراني تأجل لأسباب عدة، أبرزها التعقيدات التي تشهدها المنطقة والقلق من ردود الفعل الدولية رغم إعلان طهران أن الرد حتمي، مشيرين إلى أن انسحاب حاملات الطائرات ربما يمثل رسائل متبادلة بضرورة اعتماد مسار التهدئة. على الجهة المقبلة يرى مختصون في الشؤون العسكرية أن مغادرة حاملة الطائرات منطقة الشرق الأوسط مؤشر على خفض التصعيد وسعي الأطراف المختلفة إلى تجنب المزيد من التوترات،
فيما يقول خبراء أمنيون أن تكلفة بقاء هذه المدمرات سيكون باهظا إذا ما قورن بالصواريخ والطائرات المسيرة. نحلل هذه المسألة الأمنية مع سيد عقيل عباس الأكاديمي والباحث في هذا الشأن. أهلا بك يا سيد عقيل. هل تعتقد بأن أزمة الشرق الأوسط في طريقها إلى الحل انطلاقا من سحب حاملتي الطائرات الأمريكية؟ وما هي مؤشرات ذلك؟ هل السبب هو الضغط الشعبي الأمريكي للانتخابات الأمريكية؟ عدم رد إيران؟ طمأنت جانب إيران فضلا عن حلفائها؟ أم اتفاق ضمني جرى ربما في الكواليس ولو عبر الوسيط؟ شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني أنا أعتقد مجموعة أسباب ليس بينها اتفاق ضمني هي التي قادت إلى سحب هذه حاملة الطائرات. يعني أولا حاملة الطائرات هذه معها 4 سفن حربية يعني مدمرتان وغواصة وما إليه، تحتاج دائما إلى حماية، ونتحدث نحن من 6,000 إلى 7,000 أميركي عسكري أميركي عليها، يعني نتحدث عن شيء ضخم. ثانيا عادة هذه حاملات الطائرات والسفن المرافقة لها تبعث في مهام تستمر 7 أشهر وتعاد، هذه تم تجديدها يعني مرتين، يعني بقيت بحدود 11 شهر، وكان هناك ضغط في داخل البنتاغون بخصوص إعادتها. يعني الجنود يبقون على سطح البحر 11 شهرا، هذا شيء غير معتاد. أيضا من النادر جدا الولايات المتحدة أن ترسل حاملتي طائرات لمنطقة ما معينة، يعني الولايات المتحدة لديها بحدود 11 حاملة طائرات و7 حاملة طائرات حربية و7 أو 8 حاملات طائرات هليكوبتر، وهذه هناك حاجة لها كثيرة في المحيط الأطلسي، في المحيط الهندي، قرب تايوان، المحيط الهادي عفوا، ويعني هناك ضغط وطلب لأن تكون هذه في أماكن أخرى. الآن تبعث يمرون بفترة راحة ربما شهر أو شهرين، أكثر من شهر، ويتم إرسالها، فهناك يعني حاجة لها في أماكن أخرى في العالم. والسبب الأخير هو سياسي، أنا أعتقد أن هناك إحساس لدى القادة العسكريين، لدى الزعامة السياسية في الولايات المتحدة، هي أنه لا يوجد خطر عسكري محدق أو كبير يبرر وجود حاملتي طائرات في منطقة واحدة ومنطقة صغيرة، ونحن نتحدث عن يعني البحر الأحمر والبحر المتوسط قريبة جدا، بحرين قريبين، ووجود يعني حاملتي طائرات فيها مع أمريكية يعتبر شيء استثنائي. نعم. فهناك ما يشبه الاطمئنان أنه لا يوجد خطر أمني. احتمالات التصعيد التي تحتاج ردعا عسكريا أمريكيا، هذه الاحتمالات تراجعت. مصحوب أيضا بإشارة ربما لطهران بعدم تصعيد الوضع المتوتر مجددا، وكما ذكرت سيد عباس يعني انتهت مهمة الردع الأمريكي، ولكن هناك جانب آخر مفاده أنه أمريكا غير مهتمة أبدا بما يجري على جبهة الحدود الشمالية ما بين إسرائيل ولبنان، واليوم قرأنا يعني في دعوت أحرنوت لم تكن إسرائيل يعني ممتنة أو سعيدة بقرار الانسحاب. نعم، إسرائيل ليست سعيدة لأنها تعتقد أن قوة الردع الأمريكي هذه تشتغل تؤثر على حزب الله وتؤثر على إيران، لكنه القناعة الأمريكية أنه لا توجد حاجة، والسبب هو سياسي، تقييم سياسي. القادة العسكريون الأمريكيون كانوا يضغطون على وزير الدفاع أنه لا حاجة لوجود، تقديراتهم العسكرية أنه في الأشهر الأولى كان هناك حاجة لمثل هذا الردع، كان ردعا مؤثرا، والآن يشعرون طبعا بناء على معلومات استخبارية وأيضا يعني تحليلات سياسية تصلهم من جهات متخصصة، أتحدث هنا عن وزير الدفاع الذي اتخذ القرار، أنه لا توجد حاجة. هذه دلالة سياسية أنه إيران أرسلت ما يكفي من رسائل، يعني هناك تفاهمات عبر وسطاء أنه لا يوجد مثل هذا التهديد الإيراني للتصعيد. أيضا وهذه طبعا لا ينتبه لها كثيرا
الموعد الانتخابي الأمريكي يقترب، والإيران لا تريد أن تزعج الإدارة الأمريكية الحالية بحيث تساعد على انتخاب ترامب. هي تخاف من أن يأتي ترامب للرئاسة، وستعمد إلى الهدوء، يعني لا تسبب حرجا لهذه الإدارة الأمريكية يمكن أن يستخدمها الطرف الآخر ترامب في حملة انتخابية تنافسية متقاربة جدا. فأتصور هناك اطمئنان داخل هذه الإدارة الأمريكية أن إيران لن تسبب متاعب لإدارة بايدن هاريس في خلال هذين الشهرين المقبلين. طب لماذا تراجعت إيران من وجهة نظرك عن الحرب النفسية أو عن الضربة؟ ولأي مدى ستظل الولايات المتحدة ناجحة باللعب على وتري الردع وخفض التصعيد تجاه إيران وحلفائها؟ لأي مدى يعني ستظل موفقة من اللعب على حبلين؟ يعني أنا أولا بتصوري إذا استمرت حرب غزة إلى ما بعد الانتخابات، وأنا أتحدث عن 54-53 يوما، وفاز الديمقراطيون، ربما سنشهد بعض التصعيد. إيران يعني تلقت تهديدات واضحة بخصوص أنه سيكون هناك رد قوي وجدي عليها. هي أولا تتجنب التصعيد وتخاف، يعني جزء كبير من سمعة إيران في المنطقة هي سلاح صاروخي وقدرتها على أن تفعل كذا وكذا من دون معرفة أو اختبار هذه القدرة. اختبرت هذه القدرة للمرة الأولى في الشهر الرابع عندما ردت إيران على يعني القصف الذي حصل في دمشق وقتل بعض عسكريها، ردت يعني بعثت عددا كبيرا من الصواريخ، وظهر أنها يعني لم تكن فعالة، لم تكن مؤثرة. الصواريخ أغلبيتها يعني أسقطت، والتي سقطت في إسرائيل ذهبت في مناطق غير مؤثرة. هذا كان إيضاحا بأن القدرة العسكرية الإيرانية ليست كما يشاع، لكن أيضا هناك افتراض آخر أنه إيران لم تستخدم كل ما في ترسانتها. الآن بعد ضربة هنية، بعد اغتيال هنية، ربما تشعر إيران أنها تحتاج أن تقوم برد أعلى وأفضل، وهي ليست بالضرورة تمتلك الأدوات التي تستطيع فيها أن تتفوق على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة. علينا أن نتذكر أنه إبراهام لينكولن حاملة الطائرات، ليست بارجة، حاملة الطائرات، تحمل يعني عشرات الطائرات الحربية وصواريخ وما إليه، موجودة في المنطقة، يعني خليج عمان قريب البحر المتوسط. هذه رسالة لإيران بأنه سواء كان عبر حزب الله أو عبر إيران هي تستطيع أن تعترض. روزفلت سحبت من البحر الأحمر، والهدف في البحر الأحمر هو أكثر لردع الحوثيين الذين تحولوا إلى تهديد ثانوي. ما يزال حزب الله تهديدا، ما تزال إيران تهديدا، يمكن ردعهما على الأقل في التقدير العسكري الأمريكي بالقوة الموجودة هناك، لكنه أيضا هذا التهديد بالتقديرات السياسية لن يكون عاليا في هذه الفترة، على الأقل فترة الشهرين المقبلين. وما نراه جليا حتى الآن سيد عقيل، يعني وبالأحرى يعني الموقف أنه إيران يعني لن ترد، واكتفت بالرد الخفيف عبر وكلائها وأذرعها بالمنطقة، ليس كذلك؟ يعني يبدو أنها تراجعت عن فكرة الرد، مر وقت طويل، ويعني هذا نتذكر. هل تتوقع أنها كسبت شيء مقابل هذا التراجع؟ تحررت أموال على صعيد الملف النووي؟ لماذا كل هذا التغيير الدراماتيكي؟ لا، لحد الآن لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تقدم أي تنازل علني لإيران في هذا الموسم الانتخابي. هذه مشكلة كبرى، يعني سيستغلها الطرف الآخر عليها يعني ضدها. والشرق الأوسط يعني ملف موجود في الانتخابات الأمريكية، ليس مؤثرا وأساسيا، لكن بسبب هذه الانتخابات التنافسية جدا، عدد قليل من الأصوات في ولايات محددة قد تقلب النتيجة. فإذا هناك صفقة مكافأة ما لإيران، هذه الصفقة لن تكون علنية، ربما أقصاها غض الطرف، غض النظر عن المزيد من تصدير النفط الإيراني. يعني في ظل إدارة بايدن إيران صدرت كثيرا، يعني تجاوزت موضوع العقوبات بحدود وصلت مرات مليوني برميل يوميا وما إليه. فربما هناك المزيد من غض النظر بهذا الصدد، ولكنه لا مكافأة يمكن أن تستغل
سياسيا. إيران عندما علينا نتذكر عندما حصلت ضربة المطار وقتل السيد قاسم سليماني لم تنتظر طويلا كي ترد. الآن نحن نتحدث يعني عن بحدود شهرين، أقل من شهرين من عملية الاغتيال ولا يوجد رد. الضغط السياسي والأخلاقي والنفسي عليها كان في الأسابيع، في يعني الأيام الأولى، وهي لم تفعل شيئا. فأتصور أنه الآن أصبح متأخرا وهي ليست خاضعة لهذا الضغط الذي كانت خاضعة له في السابق. وبتصوري أنه الأحداث تجاوزت يعني هذا الحادث، مع وجود تأكيدات أمريكية لإيران أنه أمريكا جادة وعملية وتستخدم كل الذي لديها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهذا ما تريده إيران كي تقول نحن قدمنا شيئا ما قضية فلسطينية. شكرا لكم على هذه القراءة الأكاديمي والباحث السيد عقيل عباس. أحدث ضجة كبيرة في الأوساط العراقية تعديل قانون الأحوال الشخصية. لماذا قدم للتصويت دون مدونة؟ ماكو محتوى. أنا لما يكون ماكو محتوى كيف يكون عندي رأي؟ تعديل القانون باطل، زواج القاصرات باطل. ماذا يريد المقترحون لتعديل قانون ينظم أحوال العراقيين الشخصية منذ عام 1959 دون تمييز؟ ولا تحاسب ولا تحافظ على العائلة وحقوق الزوجة أو الزوج. المنددون بالتعديل يخشون زواج القاصرات وحرمان الزوجة من الحضانة والميراث، فمن قال هذا؟ هذا الكلام مو مني، هذا الكلام موجود في بعض من مراجعهم. لماذا يخشى المناهضون التعديل إلى هذا الحد؟ هل مستقبل العراقي في خطر؟ هذا القانون هو قانون ملغوم بعدة مواد، إذا شرعت هذه المواد أنا أجزم بأنه نقرأ على العراق السلام. كل هذه التساؤلات نناقشها في قيل وقال. توجهنا بالصناعة تغطية احتياجات السوق، لكن بالتأكيد على المدى المتوسط ما يفيض من الإنتاج ممكن نصدر. بضمنها مصانع أسمدة في البصرة وبيجي، السوداني يرعى مراسم توقيع عقود 3 مشاريع صناعية ويدعو مجددا للشراكة مع القطاع الخاص. في النشاط الرسمي رأى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، وتتضمن المشاريع إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في قضايا أبو الخصيب في البصرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,000,000 طن سنويا، وإنشاء مشروع تأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي بطاقة إنتاجية تصل إلى 672,000 طن سنويا، وإنشاء مشروع توسعة مصنع الصودا والكلور في بابل بطاقة تصميمية تصل إلى 90 طن يوميا من صودا كاوية و80 طنا يوميا من مادة الكلور. وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني حرص الحكومة على تغطية الحاجة المحلية من الأسمدة، وقال إن الهدف هو التصدير في المرحلة التالية، وشدد على أن الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج ومن أجل تحقيق القيمة المضافة. لا ندعي أنه الأمور مفروشة بالورود الطريق للتنفيذ، عندنا روتين وعندنا مشاكل إدارية، اللي علينا أنه تبلغونا وين الإشكالية نتدخل، والسيد الوزير راح يكون حاضر، المدير العام، وهنا نوصي الأخوة المدراء العامين، مجالس الإدارة، مجالس إدارة الشركات تكون مساند وداعم للأخوة المستثمرين اللي دخلوا معاكم. نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والشركات الحكومية هذا موضوع حيوي وإصلاح حقيقي لواقع الشركات الحكومية.
في موضوع آخر، تراجعت هيئة النزاهة في العراق عن قرار إجراء مؤتمر صحفي متعلق بالتسريبات المنسوبة لرئيسها حيدر حنون، مؤكدة احترامها للسلطة القضائية وإجراءاتها التحقيقية في المقاطع الصوتية. وذكرت النزاهة في بيان أنها تؤكد احترامها السلطة القضائية ولكل إجراءاتها ولكل ما يصدر عنها من نتائج وقرارات، مشيرة إلى أنها ألغت المؤتمر الصحفي الذي نوهت له الأربعاء احتراما للإجراءات القضائية. وكان تسريب صوتي منسوب لرئيس هيئة النزاهة حيدر حنون وثق ما قيل إنها مكالمة بينه وبين شخص آخر تحدث خلالها صراحة عن تسلمه 750 مليون دينار وسيارة كاديلاك بعد إفادة شخص اسمه نورس. ويشير التسريب الذي بات حاليا تحت يد القضاء إلى أن سائق الشخص المدعو نورس اعترف أيضا بإيصال المبلغ والمركبة وتسليمه لحيدر حنون. كما يوثق التسريب إقرار حنون بنقل دعوة تخص قطعة أرض تخصه لبغداد للتأثير على سير التحقيق. أقول لك حاجة، شهانا يا دمرنا وطيح حظي غير نورس ومشاكله وتصرفاته غير مسؤولة. ياما وياما حذرته وحكيت وياه وفهمته. قلت له اهدأ لأن العيون مفتوحة علينا والحاقدين هواي ويعرفون بعمق العلاقة بينه وبينه. اشتغل بحذر ودير بالك. تاليها السائق مالته سلاكل يقول بالتحليل استاذ نورس ودوي هاي مره 750 مليون ومره 900 مليون لحيدر حنون ومره وديت السياره الكاديلاك السوداء البغداد البيت حيدر حنون. شافوا اذا هو السائق مالته ما مسيطر عليه وفضحنا ودهرنا الهيره ما مخلي شيء ما مسولفه وفتح لي باب على القاع اللي اخذته وبنيت بيها بيتي والليل كله ما نايم. تليفونات وترتيب وضغط حتى اجيب الدعوه لبغداد حتى اسيطر على الموضوع. كان انت تدري انا مو كل القضاة علاقتي بهم زين من ايام ما كنت قاضي بالميمونه وراح اجيت العماره وايد ناس ما تدري للخير. والله وقعني بهذا الطفق نورس وصلت له انا خبر وفهمته قلت له انكر كل شيء وانا اضبط لك الافادات وانا ارتب لك الامور قضائيه. انه ركب براسه ادله واعتراف على الموضوع الدقه مال بيت عبد الزهراء بالمحافظه. شاب وخذك هذا انسان صاحي. يجب أن تتضافر الجهود للسلطات الثلاث والسلطة الرابعة التي هي سلطة القوى السياسية وسلطة المجتمع. المالكي يعيد تعريف مصادر القرار في العراق. القوى السياسية سلطة رابعة تحمي السلطات الثلاث. واجتماعات مكوكية للإطار التنسيقي خلال أيام معدودة. الأزمة السياسية في العراق نائمة أم يقظة؟ في التصريحات السياسية وصف رئيس ائتلاف دولة القانون نور الملك القوى السياسية في العراق بأنها سلطة رابعة يساعد تضافر جهودها على استمرار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وعاد المالكي في كلمة تعريف مصادر القرار في العراق عبر اعتبار القوى السياسية والأحزاب التي تمثلها بأنها سلطة مستقلة تحمي باقي السلطات. في رؤية لمسار الدول والحكومات التي مضت في طريق طويل باتجاه الاستقرار وتحقيق الأهداف ولكي يكون العراق دولة على طريق الاستقرار والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، يجب أن تتضافر الجهود للسلطات الثلاث والسلطة الرابعة التي هي سلطة القوى السياسية وسلطة المجتمع. هذه التوجهات التي تتضافر فيما بينها وتشكل سلطة تستطيع أن تقف إلى جانب أي من السلطات وتفعل قراراتها وتفعل مشاريعها وتحميها أيضا في نفس الوقت. الدول والحكومات في العالم كله تتعرض إلى أزمات صغيرة والسلطات كل حسب اختصاصه تتصدى لمعالجة هذه الأزمات. لا توجد دولة بالعالم ما فيها أزمات جزئية صغيرة،
ولكن هناك أزمات كبيرة وعاصفة سواء كان في الأمن أو في الاقتصاد أو في المجتمع، وهذه لا تتوقف معالجتها على جهد الحكومة. نعم الحكومة هي المتصدي الأول، ولكن لوحدها لا تستطيع أن تواجه مثل هكذا أزمات كبيرة عاصفة تضرب أطناب المجتمع والدولة وكل مؤسساتها. إنما الحكومة والقوى السياسية والسلطات كل منهم يتحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الأزمات الكبيرة. إلى ذلك قال بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق إن الأزمات الأخيرة داخل الإطار التنسيقي وضعت رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بموقع الأقوى والأكبر. وأكد الأعرجي في ساحة سحر أن قوة سياسية داخل الإطار التنسيقي بدأت تخشى من صعود السوداني ومن نجاحه، وقال ما نصه: السوداني سيأكل الإطار انتخابيا. الذين وقفوا واستعملوا هذه الملفات ضد السيد السوداني، يعني ممكن السيد السوداني تأثر حكوميا على اعتبار يعني أخذت منه مشاكل، لكن كبر سياسيا هاي الكتل كلها صارت بفريق والسيد السوداني بفريق بآخر. كبروا السوداني سياسيا راح يأكلكم بالانتخابات. المسألة الأخرى شلون حيأكلون بالانتخابات بعد هذا الحديث أمام الشعب العراقي؟ بأي طريقة يأكلون بالانتخابات؟ أنت تعرفين أنا موجود يعني بالشارع أكثر من الآخرين، وتأمينة موجودة. يعني أنا اللي أقول شنو؟ أقول هذه الكتل وكلها محترمة، عندما تقف هذا الموقف أمام شخص واحد وهو رئيس الوزراء أن يأثر عليه حكوميا لكن كبر سياسيا، لأنه كتل أربع خمس كتل تقف ضده بهذا الإعلام وهذه الأكاذيب وهذه السوشيال ميديا وكل المواقع، فصار السودان كبير. وثق الشعب العراقي ما يباع على ذلك، الشعب العراقي اللي يأكل، وهذه المشكلة الكبيرة. احنا مقبلين اولا على تشرين، وتعرفين هي الذكرى للمظاهرات الاولى اللي كانت، واقول لك بصراحة اكو ازمة مالية مركبة. اولا بالعراق عندنا ازمة سيولة وكاش، واقول لك بشيء اكو صعوبة بدفع الرواتب بالشهر القادم يعني راس الشهر. وثانيا ملف لان هذا نكروه لبعض. وثانيا اكو ازمه ماليه عالميه على الابواب، فالازمه مركبه. فتعالوا يا اخوان يا كتل يا سياسيه المختلفين مع السوداني ومسوي اليوم بهذا الموضوع، انا اقول له ذول طلعوا المتظاهرين اللي انتم ما استفادتوا من اخطائكم، هم استفادوا. وخلال أيام معدودة عقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعات مكوكية بواقع اجتماعين أو ثلاثة في أسبوع واحد على أثر قضايا طغت أخيرا على الوضع القائم في العراق، طرة سياسية حكومية وطرة أخرى مرتبطة بخلافات قديمة متجددة حول إدارة بعض المحافظات، وسط تساؤلات حول كون الأزمة السياسية الراهنة اليوم نائمة أم يقظة. تفاصيل أوفى حول ما جرى في الاجتماعات الأخيرة نتابعها مع عمر الأطرقجي. عمر، بين هذا الطرف وذاك وبين هذه القضيات الخلافية وتلك، وصفت مصادر مطلعة على الاجتماعات والمداولات الأخيرة، وصفت ما يدور حاليا بأنه مخاض شبه نوع من التعقيد. فهل ما يجري في الاجتماعات المغلقة يمثل أزمة سياسية أم هي أزمة نائمة قد تصبح يقظة؟ نواب وسياسيون تحدثوا عما يقف خلف هذه الأزمة، مشيرين إلى أن مصالح الكتل السياسية بدأت تلعب أدوارا انتخابية مبكرة، فضلا عن تحركات تعبر عن حالة خصومة بين هذا الطرف أو ذلك بدوافع سياسية قبل نحو عام من الموعد المقرر للانتخابات البرلمانية. حركة الاجتماعات المتكررة بواقع لا يقل عن اجتماعين في الأسبوع بين قوى الإطار التنسيقي تظهر وجود أزمة حقيقية داخله. هذا ما يتداوله سياسيون وصفوا الوضع الحالي بأنه أقرب إلى حالة يغيب عنها التوافق، وهو ما جاء في تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي الذي حذر من تحول مما وصفها بالسلطة الرابعة ممثلة بالقوى السياسية إلى أداة هدم وتعقيد للعملية السياسية إذا ما غاب التوافق. لنتابع.
هناك ميل، هناك انحراف، هناك خروج على الأسس والأصول الدستورية، يجب أن تتضافر جهودنا لإعادة الجميع إلى السياق الدستوري الصحيح الذي به نستطيع أن نتصدى للأزمات الكبيرة التي تعصف أحيانا بالبلد. وإن شاء الله بهذا التعاون، بهذه الروحية، سنمنع أي عملية انهيار قد يتعرض لها العراق إذا ما تضافر أبناؤه الذين يشتركون في السلطات الثلاث مع السلطة الرابعة هي سلطة القوى السياسية حينما تنسجم فيما بينها وتتفق. في غضون هذه التحذيرات، تقول مصادر سياسية في بغداد أن الأزمة الحالية داخل الإطار التنسيقي تنقسم إلى شقين. الشق الأول خلاف سياسي حكومي على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة البرلمانية والحكومية والحزبية. أما الشق الثاني فتؤكد المصادر أنها خلافات بين أطراف داخل الإطار التنسيقي، بدأت مما أفرزته نتائج انتخابات مجالس المحافظات ولم تنتهي عند ما آلت إليها الأوضاع الراهنة، لا سيما ما يتعلق بمناصب محلية في بعض المحافظات. غير أن مصادر سياسية أخرى أكدت أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يقودان حراكا بين الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة تجنبا لاتساعها ومنعا لتأثيرها على استقرار العملية السياسية عموما. وفي خضم الأزمات التي يشهدها العراق بين الحين والآخر سواء كانت نائمة أو يقظة، يؤكد سياسيون أن رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر يبقى رقما صعبا في العملية السياسية، وأن تأثيره على المشهد السياسي والانتخابي ما زال قائما سواء كان داخل الحراك السياسي أم خارجه. يأتي الحديث عن أزمة سياسية في العراق بينما أفادت مصادر قريبة من الإطار التنسيقي بأن اجتماعه الأخير اتفق على عدم التسرع بإطلاق أحكام مسبقة واحترام القضاء وإجراءاته باعتبار أن كلمة الفصل الأولى والأخيرة تعود إليه. الأزمة السياسية نائمة أم يقظة؟ يقظة هو محور هذا النقاش مع السيد فتح الشيخ السياسي العراقي والسيد محمد العقيلي السياسي العراقي. أهلا بكما. سأبدأ معك سيد فتح في هذا التوقيت، ودائما يعني منذ أكثر من عقدين اعتدنا على سمع واستخدام نفس الكلمات من قبل القوى والأحزاب السياسية: انهيار المنظومة السياسية، النفق، الانسداد السياسي، يعني اشتروا كثيرا خصوصا قبل 4 سنوات إذا كنت تذكر. دائما هذه المصطلحات ملاصقة للعملية السياسية قبل انتهاء فترة الحكومة تصدرها الأحزاب وتفتعلها وترسلها لنا. شكرا جزيلا، تحية طيبة لجنابك الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني للأسف سرعان ما نرى أن الكتل السياسية عندما تصطنع الأزمة أو تفتعل الأزمة تسوق إلى جانب هذا الافتعال وهذا الاصطناع مجموعة مفردات، كما سمعنا الآن من رئيس دولة القانون هنالك مفردات سمعها الشعب العراقي منه مرارا وتكرارا أكثر من 5 أو 4 دورات، حتى الآن دخلنا على الدورة الخامسة. هذا بعد اليوم لا يمكن أن يمرر على الشعب العراقي باعتبار أن هنالك وعي سياسي ذاهبون باتجاه تغيير جذري للعملية السياسية. هذا من جانب. من جانب ثاني، لا تنسين يمكن ولا تغيب عن ذاكرة المواطن العراقي أن السياسيين فيما بينه هنالك أزمات مرة تمرر، مرة تصفر، مرة تبيت وتظهر في وقت آخر، توضع أمام كل من لا يروق لهم أن يروه مرة أخرى. واليوم الأزمة الرئيسية التي يفتعلها ليس كل الإطار إنما المالكي هي الأزمة وجود السوداني أمامه باعتبار أنه يشكل حجر عثرة وما زال المالكي يمني نفسه بأنه هو الزعيم وهو الرئيس. هذه مشكلة حقيقة المواطن العراقي لا يعير أهمية لما ورد في حديث المالكي الآن. المواطن العراقي الآن يريد أن يرى حكومة وطنية قوية تقدم خدمات وتساهم في إنعاش البلاد وإعادة العراق مرة أخرى إلى المجتمعين العربي والدولي، وهذا طبعا لا يروق لهم لأنه يريدون أن يمرروا على الشارع العراقي ويغفلون المواطن العراقي على أنهم هم هؤلاء هم الساسة وهم البدائل. هذا يعني حقوق بعد اليوم يمكن الانتخابات القادمة راح تزل الستار عن أمور كثيرة بما فيها
أنه هنالك الوعي الوطني السياسي العراقي سيفاجئ هؤلاء ويجعلهم دائما يعيشون حالة السبات في الأزمة أو العيش على الأزمة، لأن تدرين بعض من عدهم يحاول أن يبقى أن يسوق للمواطن العراقي هنالك أزمة وهو السيد الذي يتمكن أن يخمد أو يقضي على هذه الأزمة. لا، أنا أقول أن الأزمة الموجودة الآن هي أصل الأزمة في هؤلاء السياسيين الذين زكموا أنه في العملية السياسية وأدخمت بطونهم من الحرام والمال العام. طيب سيد فتاح أحييك، خذ وقتك براحتك وألف صحة إن شاء الله. ننتقل للسيد محمد العقيلي ومن ثم نعود إليك لنسألك عن من تقصد وما فائدة استغلال وتسويق الأزمات سياسيا. سيد محمد العقيلي، انطلاقا مما قيل أنه خلاف داخل بيت الإطار التنسيقي، من وجهة نظرك نريد أن نحلل معك ونفهم الموضوع إن كان لديك أي معلومات أو تحليلات. من يخشى من؟ وأين تكمن العقدة والحل؟ هل المشكلة اليوم بالسياسة العامة داخل بيت الإطار التنسيقي؟ أم هي مسألة شخصية أم مسألة صلاحيات يا سيدي؟ شكرا جزيلا أستاذ سعيد، حياك الله وحيا الست شيرين وجمهور قناتكم الموقرة. أعتقد المسألة هي مسألة شاملة لكافة المكونات السياسية. هناك أزمة ليس فقط في الإطار، نعم هناك أزمة في الإطار، لكن لا ننسى أنه الأزمة في المكون السياسي السني حول رئاسة البرلمان، وهناك أزمة في إقليم كردستان بين أربيل والسليمانية أزمة، وفي السليمانية ذاتها أزمة أخرى ما بين الأحزاب السياسية. بالمجمل هناك أزمات أو مجموعة أزمات سياسية، هذه الأزمات عندما تجتمع معا تولد مشكلة كبيرة، أزمة كبيرة تدفع ثمنها السلطات الثلاث. السيد المالكي اليوم يعني جاء بمصطلح جديد، هو السلطة الرابعة مع السلطات الثلاث. بكل براغماتية أن الفعل للسلطة الرابعة لربما سياسيا هو أقوى من باقي السلطات، كون أن الاتفاق السياسي أو التوافق السياسي لهذه الكتل السياسية من جميع المكونات هي من يعني تولد الرئاسات الثلاث، خصوصا رئاسة الوزراء وحتى رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية معا. المالكي في خطابي هذا اليوم باعتقادي هو فند يعني كافة، يعني تهربت من سؤالي ورحت للمالكي، ماشي الحال التي تذهب بتجاه، هربت من سؤالي وعم تحلل كلمة المالكي، ماشي الحال. أوكي لا روح سامح لك. نعم أنا أنت بتمون قول قول يلا أستاذ سعيد. أستاذ سعيد نحن معك ليس وليد اللحظة، نحن معك في سنوات يعني كثيرة ماضية، نخرج معك في التحليل السياسي، تسأل ونحن نحلل ونجيب، فنفهم ما يدور في سؤالك وفي يعني خيالك التحليلي والسؤال. بالتالي المالكي اليوم أعطى رسالة واضحة إلى من هم يحللون بالاتجاه السلبي بأن الإطار فيه أزمة وهذه الأزمة ضاغطة على رئاسة الوزراء. على العكس تماما، اليوم المالكي حذر من أزمة وألقى الكرة في ملعب الكتل السياسية ليس في ملعب الحكومة، وإلقاء اللوم على حكومة السيد السوداني، وقال بالنص الحكومة ماذا تفعل إذا كانت هناك أزمة سياسية كبيرة من فعل فاعل سياسي أو مكونات سياسية تتأثر بها الحكومة. الحكومة الآن خاصة حكومة السيد السوداني هي ليست حكومة مكون واحد، هي حكومة عراقية جعلت الخدمات أساس في عملها، أي وأطلق على هذه الحكومة اسم حكومة الخدمات. بالتالي الملفات التي تلمسها المواطن من جراء المخرجات لفعل هذه الحكومة، حكومة السيد السوداني، بالنتيجة هي من المستفيد؟ مستفيد الكتل السياسية عندما تدخل الانتخابات، وخصوصا الإطار التنسيقي. لا أعتقد هناك يعني من يفكر بأن الإطار التنسيقي لا توجد فيه مشكلات، فيه مشكلات لأن في كتل سياسية متعددة مختلفة التوجهات أو التوجهات المختلفة موجودة فيها قطعا هنا وهناك تحدث المشكلات، لكن باعتقادي المشكلة الأكبر هي في رئاسة البرلمان، ومشكلة رئاسة البرلمان ألقت بظلالها على الحكومة وألقت بظلالها على
يعني تحالف إدارة الدولة وكل هذه يعني المسميات من الرئاسات الثلاث وحتى باقي المؤسسات هي تأثرت، لأن هذا المكان منصب رئيس مجلس النواب منصب مهم، والمكون السياسي السني. نعم، وعلى سيرة الرئاسات الثلاث سيد محمد، مؤثر هذا التشظي ذهب باتجاه الخلافات وخلق الأزمات بوجه الحكومة والقضاء يعني وكذلك رئاسة الجمهورية. يعني المالكي غير ترتيب صانع القرار في العراق. نحن نعلم دائما أن السلطة الرابعة هي سلطة الصحافة، هي سلطة الإعلام. اليوم قال المالكي لا، هي سلطة الأحزاب السياسية. أقله هذا وصف للواقع الدقيق في العراق. سأعود طبعا وأناقش معك النقطة، ولكن سيد فتاح الشيخ، يعني أنت تكلمت عن الانتخابات المقبلة، رأيت نفس إيجابي في الحديث عنها وتزايد في الإقبال على الانتخابات، ولكن ماذا عن المقاطعين؟ سيد فتاح الشيخ. عفواً، يعني قبل الإجابة عن سؤالك، لكن أكو موضوع مهم جداً هنا. لا يسمح لا للمالكي ولا لغير المالكي أن يتجاوز على السلطة عمرها أكبر من عمر المالكي سياسياً. السلطة الرابعة هي السلطة الإعلام والمجتمع المدني، ويبدو لي أنا شخصياً أن ما قاله المالكي يعني حقيقة اعتراف واضح وصريح أن الأحزاب السياسية قد امتدت على بعض رموز السلطة الرابعة وجندتها إلى صالحها. بعدين يا سيدي الكريم يا المالكي، أنت موجود بالسلطة الأولى وبالثانية وبالثالثة، فأنت شنو اللي جابك؟ الكتل السياسية كلها موجودة في السلطة الأولى والثانية والثالثة، فما حدا مما بدأ. يعني أنت تريد تستحوذ حتى على السلطة الرابعة، إذن شو تريد تبقى للشعب العراقي؟ السلطة الرابعة سلطة مستقلة رقابية تمارس دورها على السلطات الثلاثة، هي تكون أساس وأداة حقيقية في موضوع الانتخابات والمجيء بك أو إبعادك. وبالنتيجة لا يسمح لا للمالكي ولا لغيره أن يصف نفسه بالسلطة الرابعة باعتبار هذا حق شخصي نمارسه نحن كإعلاميين ومجتمع مدني. وبالنتيجة يجب أن تكون تنظم العملية الديمقراطية في العراق إذا أنت تريد السيطرة على السلطة الأولى والثانية والثالثة، ثم راح تمتد مرة أخرى على السلطة الرابعة. طبعا هذا مؤاخذ معذرة على الأخوة الإعلاميين أن يحافظوا على مكانتهم، لأنه السلطة الرابعة هو حق شرعي للإعلاميين والصحفيين في العراق. هذا جانب. جانب ثاني مسألة المقاطعون. سيدتي الكريمة، أصور المقاطعون والذين تركوا الجمل بما حمل لأولئك الذين أرادوا لهفاً بالبقاء بالسلطة أن العملية لا تحتاج إلا عملية تغيير جذري، والتغيير الجذري المقصود به إبعاد هؤلاء الوجوه الكالحة التي سأم الشعب العراقي الاستماع إليها ومشاهدتها في وسائل الإعلام، سواء كانوا سياسيين أو من تبعهم. هؤلاء الذين يزمرون ويطبلون بالفضائيات يوجهون الرأي العام متصورين أن الرأي العام راح يستمع إلى هذه الرسائل الخاطئة. اليوم نحن عازمون على أن يكون هنالك وعي للرأي العام العراقي ورسائل حقيقية شجاعة وطنية تفلتر ما يقوله السياسي، وبالنتيجة على المواطن العراقي أن يذهب بالاتجاه الصحيح. المقاطعة لها وقت محدد، لأنه يجب أن تكون هنالك أقوى من المقاطعة، المشاركة التي تبعث هؤلاء الذين كانوا سببا في هذه المقاطعة، وهذا ما هو نطمح إليه في الأيام القريبة القادمة. طبعا مع الاحترام الشديد للسيد نوري المالكي، نتوجه مرة جديدة إلى السيد محمد العقيلي. سيد محمد، من وجهة نظرك ما هي ضريبة خلع عباءة الإطار التنسيقي، خصوصا بأننا نرى عملية تقليم أظافر وهناك ضربات يعني تقع على الحائط الحكومي، وأنت تفهم ما أقصد، ضربة من هنا وضربة من هناك تجاه الحكومة أو ما يحيط فيها، فما هو وقع التالي في حال تم خلع العباءة بشكل عام؟ لا أعتقد هناك يعني قضية خلع العباءة. الحكومة، حكومة السوداني، هي حكومة الإطار. الإطار التنسيقي هو من يعني تبنى السيد السوداني وتم ترشيحه وتقديمه من قبل قوى الإطار التنسيقي إلى باقي القوى السياسية، وتم الاتفاق والتوافق على السيد السوداني. ثانيا، السيد السوداني أثبت جدارة وأثبت كفاءة وأثبت مهارة وإمكانية بإدارة الحكومة بجميع وكافة وزاراتها وحتى باقي الهيئات التي ترتبط بالحكومة. فبالتالي هناك في بعض يعني الذين هم يغردون خارج سرب الإطار
لكن في من هو ثابت في الموقف السياسي غير متلون، وأكيد يعني الشعب العراقي يعني لا يستمع إلى المتلون لأنه يستند إلى يعني القول الكبير لا خير في ود امرئ متلون. فبالتالي المواقف السياسية هي من أثبتت المواقف الثابتة، وباعتقادي أن الإطار التنسيقي هو على المحك، يعني عندما يتشظى الإطار التنسيقي كافة القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي سوف تتأثر، مثلما تأثر الإطار التنسيقي بالانسحاب من قبل التيار الصدري، وهناك فراغ ومساحة فارغة لم يملأها أحد، لأن التيار الصدري هو لديه إمكانية جماهيرية وإمكانية سياسية من الممكن أن يعوض حتى المشكلات التي حصلت لو كان التيار الصدري موجود، لربما الأزمات التي يعني الآن نتوقع أن تحدث لا سمح الله لربما التيار الصدري كان يعني صماما لها. بالتالي الإطار التنسيقي في هذه المرحلة وهي مرحلة مقبلة على الانتخابات، وباعتقادي بعض التصريحات أو أغلب التصريحات الإعلامية والمواقف السياسية هي تستبطن الوضع الانتخابي المقبل، سواء كان انتخابات مبكرة وأنا استبعد هذا الخيار، وحتى الانتخابات العامة في موعدها هناك تحضيرات واستعدادات، وعندما نشهد كلما تقترب موعد الانتخابات نشهد من هذه الماشيتات والرسائل السلبية أو الرسائل المضادة سواء كانت للحكومة أو إلى القوى السياسية في بعضها البعض. إذن يا سيد محمد، أنا أعتقد بأن الهاجس الانتخابي هو الهاجس الحالي وراء هذه الأزمة، وأين يقف الإطار انطلاقا مما تتحدث؟ إذا كان هناك خلاف على العلاقة مع القوى السنية وخلاف مع القوى الكردية وخلاف على دعم الحكومة وخلاف على طريقة التعاطي بالحكم ببعض المحافظات وعلاقة الحكومة مع الفصائل، على ماذا اتفقوا إذن؟ يعني شوفوا أستاذ سعيد، في السابق كان هناك خلاف واختلاف بين المكونات مع بعضها البعض، خلاف واختلاف سني شيعي، كردي شيعي، كردي سني، لكن الآن يعني الاختلاف والخلاف داخل هذه المكونات، وهذه مشكلة خطرة، وهذه مسألة لربما تعمق الجراح وتزيد من الأزمات التي لربما تحدق بالبلاد، لأن تماسك هذه القوى السياسية قطعا سوف يخلق مؤسسات أكثر رصانة، ومنها الحكومة ومنها القضاء ومنها باقي الرئاسات، وحتى قضية التماسك الشعبي الجماهيري من الممكن يعني أن تفضي إلى يعني زيادة في التماسك إذا كان هناك اتفاق وتوافق، لكن هذا التشظي بداخل المكونات تجعل من التخندقات موجودة وحاصلة داخل المكونات، وما شاهدنا في المكون السني وما شاهدنا في السليمانية وما بين أربيل والسليمانية وما بين الإطار التنسيقي على مستوى يعني انتخابات مجالس المحافظات وحتى الاتفاق وعدم الاتفاق على بعض المحافظات. فبالتالي هناك مجموعة من المشكلات لدى المكونات السياسية جميعها تخلق مشكلة واحدة لربما تمثل تحدي وتمثل يعني مخاطر للبلاد. فبالتالي اليوم المناشدة هي إلى الكتل السياسية التي من الممكن هي تصنع الأزمة وتصنع أزمات، ومن الممكن أن تودئ هذه الأزمات وتودئ هذه المشكلات بتفاهمها واتفاقها وتقوية الحكومة. هذه الحكومة يعني أستاذ سعيد من محاسن الصدف ومن محاسن يعني مستقبل العراقيين، رغم الهزات الرخترية التي حصلت على الرئاسات وعلى المكونات لم تتأثر هذه الحكومة. خذ على سبيل المثال يعني قرار المحكمة الاتحادية باتجاه الحلبوسي، لو كانت غير هذه الحكومة لتضررت هذه الحكومة. خذ على سبيل المثال قرارات المحكمة الاتحادية باتجاه إقليم كردستان والنفط المصدر والعائدات النفطية على إقليم كردستان وهوشير زباري ومشألة، هذه كلها مشاكل فيها هزات رخترية، لكن هذه الحكومة لم تجعل البعد السياسي في أدائها هو الهاجس، هو الإطار العام لهذه الحكومة، جعلت الخدمات هدفها، فبالتالي نأت من نفسها عن هذه المشكلات والأزمات داخل المكونات. بالتالي نجاح الإطار ونجاح حكومة السوداني، ونأمل من القوى السياسية السنية أن تتفق ونأمل لها النجاح بالاتفاق والاختيار على شخصية مناسبة لقيادة دفة
مجلس النواب الذي هو بعد محرز يا سيد محمد بعد محرز بالعموم ومصدر لا ندري إن كان هناك وقت يتسع لذلك أم لا، لو اتفقوا أو لم لا يتفقوا سنرى مقبل الأيام كما يقال. نشكرك سيد محمد العقيري ونشكرك سيدة فتاح الشيخ، ومع الاحترام الشديد لكل من ورد اسمه في هذا الحوار. السر لن يبقى سرا، كل ما نعرفه من قبل كان سرا، فالحقيقة يكشفها خلاف، والخطر يلده اختلاف، فتكثر الأخبار ويقل فيها الرصيد. عند جهينة الخبر اليقين. معادلة غريبة تخلط أوراق الاقتصاد الريعي، خام البصرة يهبط بينما تصعد أسعار النفط. إذن في ملف جديد في حصاد الليلة، انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا. هبط سعر خام البصرة الثقيل 65 سنت ليصل إلى 66 دولار و7 سنتات لكل برميل، فيما انخفض سعر الخام المتوسط بنحو 65 سنت ليصل إلى 69 دولارا و7 سنتات. وارتفعت أسعار الخام عالميا مع تركيز المتعاملين على البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. بالمقابل ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم وسط قلق حيال تأثير الإعصار فرونسين على الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني دولارا إلى 71 دولارا و61 سنتا، وزادت العقود الأجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر تشرين الأول 92 سنتا إلى 68 دولارا و23 سنتا للبرميل. وتزود حالة من القلق والارتياب في العراق إثر انخفاض أسعار النفط في الأسواق عالميا، وهو ما تسبب بانخفاض الإيرادات المتحصلة من النفط إلى 9 تريليون دينار شهريا وسط تحذيرات من أزمة مالية خانقة تتربص برواتب الموظفين. التفاصيل وخمائل العمل. اضطراب في سوق النفط العالمي ارتجت أصداؤه في العراق الذي يعتمد بشكل مباشر على النفط في تمويل موازنته المالية، وهو ما أثار تساؤلات وقلقا واسعين. العراقيون ينظرون إلى نفطي البصرة الثقيل والخفيف حيث تراوحت أسعارهما بين 66 ودون 70 دولارا للبرميل بفارق أكثر من 6 دولارات عن خام برنت الذي يقاس عليه نفط البصرة. ما يزيد من عمق هذا المأزق انخفاض حجم الطلب المتوقع بحسب التقرير الشهري لأوبك خلال العام 2024 إلى 2,300,000 برميل يوميا، وتوقع انخفاض حجم الطلب لعام 2025 إلى 1,740,000 برميل يوميا. لكن ماذا يعني هذا الانخفاض؟ خبراء ماليون ونفطيون يؤكدون أن ذلك سيتسبب بتأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة مع انخفاض الصادرات النفطية إلى 3,300,000 برميل يوميا، ما يعني بلوغ الإيرادات الشهرية حوالي 9 تريليونات دينار فقط. إذا كان تريليون دينار يذهب للشركات النفطية، فإن مختصين يتوقعون اللجوء إلى زيادة الضرائب والرسوم وتعاظم الديون، بل قد تواجه وزارة المالية صعوبات في تمويل الرواتب خلال الشهرين المقبلين.
إذا استمر سعر البرميل في نطاق $70 ولمدة 6 أشهر. نناقش مسألة انخفاض خامي البصرة مع السيد طاهر محسن منصور الأكاديمي وخبير النفط. أهلا بك سيد طاهر. من وجهة نظرك ما مرد هذا الانخفاض في خامي البصرة مع أن النفط عالميا يعني هو بين حالتين، إما مستقرة أو في حالة تزايد طفيف، كيف نحلل هذه المسألة هذا الانخفاض تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في قناة الشرقية. أهلا. أنتم ومشاهديكم الكرام. أهلا. الحقيقة أسعار النفط والكميات المطلوبة عالميا تتذبذب باستمرار، وليس هذه الحالة الأولى. والعراق باعتباره بلد يعتمد كثيرا في ميزانيته على الإيرادات النفطية، فيفترض بالحكومات المتعاقبة أن تأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار. لكننا نجد بين الحين والآخر وكأنما هناك مفاجآت أو مطبات لم يحسب حسابها بالشكل الدقيق والصحيح. لقد حسبت ميزانية عام 2023 وأيضا عام 2024 على أساس أكثر من $70. تعرف النفط العراقي يباع في الأسواق العالمية البرميل بأقل من $6 من هذا السعر. أنا أعتقد الدولة سوف تواجه إشكالية في تمويل البرامج الاستثمارية. أما من ناحية الرواتب فلا أجد أن هناك خطورة كبيرة فيما يخص الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين أن تؤمن لهذه السنة. إذا استمر الهبوط وربما يتوقع الخبراء أن تنزل سعر البرميل إلى أقل أو ما يساوي $60 للبرميل، فإن هناك إشكالات قد تحدث في تمويل حتى الموازنة التشغيلية للبلد. طيب ما هو؟ لذلك أعتقد من الضروري أن نعم. يعني سيد طاهر، هو الموازنة كلها قائمة على سعر النفط وعلى النفط، والبرلمان كما ذكرت يتحدثون لنا بتطمينات أنه لن يتكرر السيناريو السابق ورواتب الموظفين مؤمنة، كيف يكون ذلك؟ ما هي خيارات العراق أصلا في حال تراجع أسعار النفط أقصد؟ الخبير المتتبع لهذا الكلام والسياسة أيضا، حتى السياسة المتتبع لهذا الكلام يجد تكرار لنفس القول، تكرار لنفس المنهج، تكرار لنفس القضية. الرواتب مؤمنة، نعم الرواتب مؤمنة، لكن الدولة عندما تقدم على خطوات في التوظيف بشكل كبير جدا وإلى ما يزيد عن 500,000 موظف قد أضيفت إلى القطاع العام، هذا يعني أن حتى الميزانية التشغيلية سوف تزداد بشكل مهول وكبير جدا. هذا يعني أن الرواتب رغم أيضا قد يلحقها ضرر كبير جراء انخفاض أسعار النفط. أما البرنامج الاستثماري فيمكن للدولة، يعني البرنامج الاستثماري بشكل عام تلجأ الدولة إلى تخفيض أو إيقاف المشاريع في هذا البرنامج على أمل أن تكون لديها القدرة على دفع الرواتب ومنافع الرعاية الاجتماعية والقضايا التشغيلية الأخرى. أعتقد الحلول أمام الدولة هي ربما هناك حلول يعني آنية سريعة، وهناك حلول ربما جذرية تحتاج إلى دراسات وإلى رؤية استراتيجية واضحة فيما يخص الاقتصاد العراقي. طيب يا سيد طاهر، كيف يمكن تدارك الخسائر واستغلال المكاسب؟ يعني هل تعتقد بأن هناك رؤى يتم التحضير لها عمليا؟ وزارة النفط قبل عدة أيام تتحدث عن إنتاج مضاعف أو أكثر من مضاعف في السنوات المقبلة. حتى لو استطاعت الدولة أن تزيد من قدرتها وطاقتها الإنتاجية فيما يخص النفط 3,300,000 برميل، حتى لو وصلت إلى 4.5 برميل يوميا فالمشكلة قائمة. لماذا؟ لأن أسعار النفط ستنخفض، الطلب العالمي ونمو الاقتصاد العالمي وخاصة الصين سينخفض الطلب على النفط بسبب تباطؤ النمو العالمي. القضية الأساسية اللي يمكن أن الدولة تعتمدها وتكون فد
يعني حلول آنية إذا صح التعبير، هو إعادة نظر جذرية بطبيعة القطاع الخاص، إعادة نظر جذرية بطبيعة القطاع العام وكيفية التوظيف في هذا القطاع، لأنه الموظفين الذين ضخوا للقطاع العام هم عبء ليس أكثر. يعني التوظيف ليس مستندا إلى وجود قدرات في الاقتصاد العراقي تستوعب هذا العدد، وإنما هناك بطالة مقنعة تضخ في دوائر الدولة المختلفة، وهذه تحتاج إلى رواتب وتمويل. أيضا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن سلم الرواتب في البلاد هو سلم مشوه إلى حد كبير، هناك فجوة كبيرة بين الرواتب العليا فيما يخص الوظائف والمسميات الكبيرة، وهناك رواتب متدنية جدا قد لا تصل إلى سد رمق العاملين في بعض الدوائر والقطاعات. فإذا إعادة نظر جذرية في السلم الرواتب بالنسبة إلى والامتيازات بالنسبة للوظائف الكبيرة قد يساهم في حل جزئي آني للمشكلة. هل أحد مهتم بتطبيق ذلك؟ هذا الإجراء سوف لن يكون. هل هناك طرف في العراق مهتم بتطبيق ذلك؟ من سيراجع سلم الرواتب؟ من سيقلل؟ من يقبل من تقليل امتيازاته سيد طاهر؟ أعتقد ما حد يقبل، خاصة وأن المسؤولين الكبار اللي تحت ضغط انهيار اقتصادي وإفلاس، وإحنا ما أعتقد نوصل لهذا الحد، لأنه الدولة لديها موارد يمكن أن توقف المشاريع الاستثمارية، لكن الإشكالية في أن توقف المشاريع الاستثمارية في نفس الوقت الدولة تريد تقضي على البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي، يعني تريد توظف في الوقت الذي تقف البرامج والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في البلد. طبعا هذه المعالجات آنية، معالجات بسيطة تحتاج إلى إرادة قوية، تحتاج إلى رغبة من كبار المسؤولين في المعالجة بهذا الشكل. أما العلاجات المطروحة وهي أنه إحنا الاقتصاد العراقي بقى اقتصاد وحيد الجانب ريعي، 90% من ما تحتاجه البلد يأتي من القطاع النفطي، فأعتقد هذه تحتاج إلى وقت للمعالجة. القطاع الزراعي قطاع ضعيف جدا، لا يساهم إلا بنسبة محدودة جدا، والقطاع الصناعي منهار، وهذا القطاعين إذا أردنا أن نضخ فيهم دماء جديدة وننشطهم حتى يساهمون، أعتقد تحتاج إلى وقت وإجراءات طويلة. لا أجد من يساهم بشكل كبير أو معني بهذا الأمر. شكرا لكم على هذا الحوار الأكاديمي والخبير النفطي السيد طاهر محسن منصور. واشنطن حاضرة في مرحلة تتداخل فيها الحروب الباردة بالصراعات. هنا اسطنبول المؤشر الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. دبي مركز القرار الاقتصادي الشرق أوسطي، يصبح الحلم فيها حقيقة. من الشريان الرابط بين إفريقيا وآسيا في سيناء، مرورا بحاضنة الجامعة العربية القاهرة، وصولا لأولى خطوات النيل. التطورات الإقليمية تمر غالبا من هنا. العزم والنشامة ومأمن الجميع، تتسع الخطوات لمواكبة التطورات. مرحلة جديدة من العلاقات تغير المعادلات الإقليمية وربما الدولية. عادية ما تسجل تكتب علينا مشتقاتنا مثلا، احنا ما نفتهم ليش احنا ما درسنا 18 سنة راحت من عمرنا، ليش محافظة الديقار كل ما تجي اسماء تنباض الربعي.
اعتصام ذي قار يدخل أسبوعه الثاني. الحراك السلمي في الناصرية يراهن على استجابة الحكومتين. عبر سكان عدد من أحياء بغداد عن قلقهم من تكرار سيول الشتاء الماضي وغرق شوارع كاملة بالطين مع أولى زخات المطر. ويقول سكان حيفا والشواكة والفضل لمراسلنا خطاب عادل إن الجهود الحالية للأمانة تثير شكوكا في استعداد شبكات الصرف للموسم المطري الجديد. وجدناها في المنصور واليرموك والكرادة، فما عن الأحياء الشعبية في بغداد؟ هكذا يتحدث الناس عن غياب الجهود الاستباقية للشتاء في تأهيل شبكات الأمطار. لأنه في موسم الأمطار ويلي موسم الأمطار تتجمع الأتربة والترسبات في الخطوط، لذلك نقوم بحملات استباقية. على المجاري بالشتاء تغرق هنا المناطق التعبانة، والمناطق الراقية يروحون بالمنصور غيرها يسوون يطلعون المجاري ولهاي، وهنا ما حد يسوي عمل شعبي. مناطق شارع حيفا والشواكة والفضل تستغرب من ضعف الاهتمام البلدي ومخاوف من غياب التحضيرات لموسم الشتاء. والله هاي المناطق تجي مناطق تعبان، منطقة الشيخ علي ما يحتاج واحد يسولف لها. الحمد لله وشكر، أقل مطرة هي تغرق وندخل بالإنذار. ويشرع الناس في مناطق بغداد القديمة بحملات تتبناها جهود ذاتية لتنظيف البنى التحتية. الشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد. ويتطلع سكان قضاء الترمية في حزام بغداد لإنشاء مشروع المجاري المتلكئ منذ 14 عاما على الرغم من وجود التخصيصات المالية. ويقول رئيس مجلس بغداد عمار القيسي لمراسلنا سيف عبد الوهاب إن العمل جار لمتابعة أسباب التلكؤ ولإزالتها، خاصة مع ارتباط باقي مشاريع الإكساء والمياه والكهرباء بإنجاز مشروع المجاري. 10 مشاريع خدمية يعارض إنجازها مشروع مجاري الترمية المتلكئ منذ 14 عاما، هكذا تحدث وجهاء القضاء على الرغم من وجود التخصيصات المالية. يا أبو استبشرنا خيرا أن المجاري إجت. إجت المجاري يومية من سحبين، عايفين العمل تاركينا، سمعنا مسروقة مبالغ، سمعنا من الناس، اما شوف اوراق ما شفنا، لكن التلكؤ واضح من 2011 الى هذا يوم. القضاء صاير تراب وطين وحال كل التلكؤ بالمشاريع الخدميه الموجوده اليوم بسبب مشروع المجاري، لان تعرف هاي اعمال راح تصير تحت الارض. رئيس مجلس محافظة بغداد زار قضاء الترمية للاطلاع على المشاريع الخدمية، منها مشروع المجاري الذي وعد بمتابعته. العمل جاري على تذليل كل المعوقات أمام مشروع مجاري الترمية. هذا المشروع مهم واستراتيجي وتلكأ وأخذ وقت طويل جدا. هناك جملة أشياء إن شاء الله يعني اتخذت وستتخذ من أجل أنه هذا المشروع يرى النور. الاستقرار الأمني الذي يشهده قضاء الترمية يستدعي بحسب مراقبين إيلاء ملف الخدمات أولوية قصوى. من بغداد، سيف عبد الوهاب، الشرقي نيوز. نبقى في محليات العراق وننتقل إلى ذي قار. تبادلت أوساط سياسية في ذي قار لاتهامات بالضلوع في عمليات ابتزاز وصراع سياسي غير معلن انتقل من أروقة ديوان المحافظة ومجلس المحافظة إلى الحياة الشخصية لجهات سياسية فاعلة. وذكرت مصادر أن ذي قار تشهد حاليا صراعات حزبية غير مسبوقة وصلت إلى محاولات استدراج شخصيات سياسية لابتزازها عبر تسريبات صوتية وفيديوية، مشيرة إلى أن أطراف الصراع باتت تستخدم نفس وسائل الخصوم في التسقيط خارج سياقات التنافس والسلوك السياسي. وأشارت المصادر إلى أن طرفي الصراع ضالعان بدرجات متفاوتة في الابتزاز، وأن من يتهم شخصيات بالابتزاز يستخدم الأسلوب ذاته لتحقيق مكاسب خاصة. هذا وكان مراسلون أشاروا إلى صدور مذكرات اعتقال جديدة بعد اعتراف متهمين قيد التحقيق بضلوع جهات سياسية وتنفيذية حالية وسابقة فيما وصفت بأنها فضيحة سياسية خطيرة في ذي قار على حساب العمل لخدمة المحافظة وأبنائها.
إلى ذي قار، حيث دخل اعتصام الخريجين والعاطلين أمام ديوان المحافظة أسبوعه الثاني مع إصرار المحتجين من الجنسين على تحقيق الوعود السابقة. ويقول مشاركون في الاعتصام لمراسلنا غزوان الغزي إن عشرات الخريجين يضافون سنويا لجيش العاطلين، وإن حلول التوظيف يمكن أن تكون غير حكومية لو توفرت الإرادة السياسية. الفقر والبطالة أجلس هؤلاء الشباب أمام ديوان محافظة ذي قار أملا بالحصول على فرصة عمل تمكنهم من العيش بكرامة. احنا نريد حقنا، احنا من هاي قناتكم الموقرة ان توصل صوتنا، توصل صوتنا لرئيس الوزراء، توصل صوتنا للجهات المعنية. احنا تعبنا، ويانا نسوان تعبانة، مطالب لا تتحقق. كذب ما اريد بالموضوع، تعطينا كتاب وتوقع عليه وتختم عليه، تعال ما تعال تطلع ورقة عادية مال سجل تكتب علينا مش لقيتنا مثلا، احنا ما نفتهم. ليش احنا إلما درسنا 18 سنة راحت من عمرنا؟ ليش محافظة ذي قار كل ما تجي اسماء تنباق ربعي، كل من الأخو وربعه وابن أخو، وبنياتنا بالضيمة تسأل علينا، تعبان وشتة وبرد وقهر وجاع. ويحاصر شبح البطالة ذي قار شعبا وحكومة، والحلول تحتاج إسناد ورعاية القطاع الخاص، لأن العام متخم بالبطالة المقنعة. من ذي قار غزوان الغزي، الشرقية نيوز. إذا مشاهدينا نفتح هذا الملف، معنا الأكاديمي من محافظة ذي قار السيد رياض الإسماعيلي. أهلا بكم سيد رياض. كما رأيت الاعتصام دخل أسبوعه الثاني والخريجين ويضافون طبعا إلى صفوف العاطلين، هل برأيك هناك بالفعل إرادة سياسية تريد أن يستمر هذا المشهد، لا تريد أن توفر فرص للعمل في ذي قار، ولماذا؟ تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. الوضع في ذي قار المرتبك، وخاصة بعد تشكيلة المجلس الأخيرة التي جاءت بعد ولادة عسيرة ومخاضات صعبة نتيجة الصراعات السياسية التي تشهدها هذه الكتل السياسية فيما بينها، وبدأ العفن السياسي وخاصة الفضيحة الكبرى التي هزت الرأي العام في محافظة ذي قار، وهذا دليل واضح على أن الوضع الهش الآن إلى انعكاسات خطيرة على الشارع، ومنها هذه التظاهرات التي تخرج يوميا، تظاهرات متنوعة. هناك مطالب خدمية جمعية منها الكهرباء، وخاصة الاعتصام الذي يعني أكثر من أسبوعين أو ثلاث، وقبل زيارة الأربعين كان موجود متواجد أمام الطاقة الحرارية، وأيضا التظاهرات الخدمية التي تطالب يوميا، وخاصة فرص العمل الآن ما موجودة في هذه المحافظة، والمحاصصة المقيتة في توزيع الدرجات الوظيفية التي تأتي إلى هذه المحافظة. وهذا واضح ولمس يعني شباب ذي قار، لمس هذا التمايز الكبير بتوزيع هذه المناصب، وخاصة يعني في قطاع النفط، في قطاع التربية وغيرها. لذلك تأتي هذه التظاهرات بشكل طبيعي وتلقائي، لأنها انعكاس واضح، وخاصة بعد الصراعات السياسية التي ظهرت في محافظة ذي قار كما أشار تقريركم. يعني يا سيد رياض، أنت أكاديمي، هكذا التعيينات تخضع للمحاصصة على السطح، تتم هكذا أمام العيان، الكل يعلم بأن عملية التوظيف تخضع لوساطة فلان وعلان دون أي خجل، وهل العملية تحتاج إلى إرادة سياسية كما ذكرت الزميلة، أم إلى فهم وخبرة سياسية لاحتواء جيش العاطلين والخريجين الموجود اليوم في العراق؟ لأن كل الأمور تحتاج إلى عملية تخطيط واستراتيجية فنصل إلى الأهداف. هل نحتاج إلى إرادة أم إلى فهم أم خبرة؟ أستاذ سعيد، الأمر مركب. هناك خبرة متواضعة بإدارة ملفات المحافظة وأيضا ملفات العراق بشكل عام، والإرادة السياسية المعاقة أيضا جعلت هذا الملف واضح، لأن هناك دوائر خدمية في محافظة ذي قار مقفولة تماما لكتل يعني واضحة هذه. لذلك لأنه يريدون يعني هي القضية انتخابية وقضية يعني استمالة يعني كل حزب يريد جماعته، ولذلك واضح هذا انعكس
على الشارع، ويعني شعر به أبناء ذي قار أن لم تكن هناك جهة حزبية تنتمي إليها ابنك لا يتعين ولا يتوظف ولا تلقى له فرصة عمل. وهذا الأمر خطير، سيجعل الدولة تنهار إذا بقى هذا الحال على حاله. ولذلك التظاهرات تشوفها أنت تتلاحق في محافظة ذي قار، هناك تظاهرات للصحة لذوي المهن الصحية، هناك لقطاع التربية، هناك أيضا صحيح. للعاطلين عن العمل، هناك للدوائر الأخرى. وأنا أشرت إلى يعني يا سيد رياض أن هناك بعض الدوائر يعني بقت العشائر وجهات حزبية وجهات إملاءات من بغداد هي التي تتحكم. والمفروض تكون هذه الأحزاب أكثر ذكاء أن تسعى لاستمالة الشارع. الجميع يعرف أن ذي قار لا تسقط عن حقها، وأن دائما هي شرارة كل حراك، تذكر ذلك تماما. فأهل وأبناء المحافظة لن يسكتوا عن حقهم بالتأكيد. أنتم تعرفون محافظة ذي قار هي يعني هوية التظاهر بالعراق أصبحت، وأيضا أي حدث سياسي أو أي حدث آخر يخرج أبناء ذي قار. ولكن حتى التظاهرات خلينا نكون واضحين، هناك تظاهرات تحركها جهات حزبية، وهناك تظاهرات أيضا ابتزاز. وإحنا لاحظنا الآن الشبكة الأخيرة، شبكة الابتزاز التي ظهرت في محافظة ذي قار، كان هناك مسؤولين يعني يمتلكون الإرادة السياسية بتحريك بعض العناصر، بعض العناصر المنتمين إلهم، وهناك يدعموهم أيضا بأموال، يقومون بتظاهرات بتسقيط بعض الشخصيات، وأيضا بنفس الوقت إملاءات سياسية وتحقيق مشاريع أخرى كالتعيينات والصراع على دوائر الدولة، وخاصة الدوائر المهمة، الصحة، البلدية وغير ذلك. لذلك يعني الموضوع مركب ومعقد في محافظة ذي قار. يفترض أن تكون فعلا هناك إرادة سياسية وإرادة شعبية لتصفية هذه الأجواء المحتدمة الآن في محافظة ذي قار. ولكن ما نلاحظه يا سيد رياض بأن الحكومة المحلية حتى هذه اللحظة في هذه اللحظة لا زالت تقلل من أثر ومخاطر هكذا نوع من غضب شعبي وتحرك شعبي. ما مرد ذلك من وجهة نظرك، هذا التقليل من خطورة الوضع على الأرض عمليا؟ بس عيد السؤال أستاذ سعيد، ما سمعتك. هناك من يلاحظ بأن الحكومة المحلية لازالت تقلل من مخاطر أن يمتد هذا الغضب الشعبي وهذا السخط الحاصل على الأرض، ما مرد ذلك من وجهة نظرك؟ لا أبدا، الذي يقلل من خطورة الموقف فهو جاهل بالعمل السياسي وبالعمل الإداري. هناك غضب شديد واضح، وهناك نقمة واضحة لدى أبناء ذي قار من هذا الوضع السيء المرتبك، وخاصة بعض هذه المحتويات الهابطة التي ظهرت أخيرا وسقوط الرمز. هناك يعني محافظة ذي قار لديها منظومة قيمية ونسق أخلاقي وقيمي واجتماعي لا تسمح أبدا لا على بناتها ولا على أبنائها، ولا يكون هذا التصرف والسلوك المنحرف الذي تقوده بعض العناصر المسؤولة والتي جعلت من هذا الموضوع فعلا يعني. لذلك الآن يعني حديث واضح بالرفض وعدم الراح، عدم الارتياح لهذا السلوك المنحرف. لذلك أعتقد هذا مثل ما أشرت إلى حضرتك هو انعكاس واضح للشارع، وعملية الاستهانة بغضبة الشارع وبالاحتقان، وهذا معناها أنه لا يعي ولا يدرك معنى خطورة الشارع والشعب في ذي قار اللي يتعود على التظاهر وعلى الاحتجاج وعلى التمرد وعلى إظهار الحق. لذلك يفترض أن تكون هناك حسابات دقيقة لهذا الشعب في هذه المحافظة، وكما أشرت أنه هو انعكاس لظاهرات العراق. هناك وعي متنامي في هذه المحافظة ويعي أبنائها خطورة الموقف أكثر من السياسيين. لذلك السياسيين الآن منشغلين بصراعاتهم على المناصب وعلى الدوائر الدولية، خاصة الدوائر المهمة منها البلدية. وهذه البلدية أكد على هذا الموضوع، خلي يسمعون أبناء ذي قار كلهم، هذه بؤرة فساد، وخاصة قضية قطع الأراضي والعقارات التي توزع مجانا للمسؤولين وللمحسوبين عليهم. وهناك بعض الإعلاميين المبتزين أيضا الذين ظهروا في الفترة الأخيرة، هناك لديهم صفحات، وسياسيين الجهلة الغير واعين يضعفون أمام
يعني هذه الصفحات. هذا موضوع يحتاج إلى شرح مفصل فيما يتعلق ببعض الإعلاميين وبعض من هم في الطبقة السياسية ممن لا يعون مسؤولية تقديم الخدمات. نشكرك السيد رياض الإسماعيلي الأكاديمي من محافظة ذي قار. مشاهدينا، قبل أن نواصل هذا الحصاد وضمن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى العراق المستمرة حتى هذه اللحظات، على ما يبدو بأن الرئيس الإيراني بازشكيان قد وصل الآن إلى العتبة الحسينية في زيارة رسمية برفقة محافظ كربلاء وقيادات أمنية في المدينة. مصدر في القنصلية الإيرانية قال إن الزيارة تأتي ضمن جولته التي يجريها في العراق، بحث خلالها قضايا تتعلق باتفاقيات السياحة والتبادل التجاري مع أعضاء الحكومة المحلية في كربلاء، ومن ثم توجه لأداء مراسم الزيارة في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية. وها نحن نتابع صور وصول الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. إذن الرئيس الإيراني يزور العتبتين المقدستين في كربلاء، وصول الرئيس الإيراني بازشكيان إلى العتبة الحسينية في زيارة رسمية برفقة محافظ كربلاء وقيادات أمنية في المدينة. مصدر في القنصلية الإيرانية قال إن الزيارة تأتي ضمن جولته التي يجريها للعراق، بحث فيها قضايا تتعلق باتفاقيات السياحة والتبادل التجاري مع أعضاء الحكومة في كربلاء، ومن ثم التوجه لأداء مراسم الزيارة في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية. وجهنا بالصناعة تغطية احتياجات السوق، لكن بالتأكيد على المدى المتوسط ما يفيض من الإنتاج ممكن نصدر. بضمنها مصانع أسمدة في البصرة وبيجي. السوداني يرعى مراسم توقيع عقود 3 مشاريع صناعية ويدعو مجددا للشراكة مع القطاع الخاص. في أحوال البصرة، اشتبكت قوة أمنية مع تاجر مخدرات في محافظة البصرة وألقت القبض عليه بعد إصابته خلال المواجهة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة عقيل الفريجي إن القوات الأمنية ضبطت كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة بحوزة المتهم بعد ملاحقته وإصابته خلال تبادل لإطلاق النار. الحقيقة أكو متهم كان بترويج المخدرات، وبالأساس كان ناقل ويشتغل أيضا تاجر. وردتنا معلومات، حال ورود المعلومات هو كان تحت الرصد والمتابعة من قبل مديرية مكافحة المخدرات، تم مطاردته وفتح النار من قبله، إطلاقات نارية صارت بينه وبين المفرزة، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته أكثر من 360 أو 365 حبة من نوع المخدرات، وأيضا 110 قطرة من هذه اللي تستخدم كمخدرات. هذه المواد تصنف من ضمن المواد المخدرة الممنوعة التي من أجلها تم مطاردة هذا المتهم. تم إلقاء القبض عليه وإيداعه في التوقيف الآن، وسوف يرسل إلى القضاء لإجراء الإجراءات القانونية بحقه. لا يزال موقع فجعة الهرثة في البصرة بلا مجسر لعبور المشاة والتلاميذ، على الرغم من مرور 5 أشهر على الحادث الذي خلف 20 قتيل وجريح أغلبهم من طلاب المدارس. ويقول مسؤولون محليون لمراسلتنا نور التميمي إن العمل جار لتشييد الجسر، غير أن تعقيدات إدارية ومالية تؤخر الإنجاز لأسباب يتوقف عندها هذا التقرير.
بعد مرور عدة أشهر على حادثة دهس التلاميذ في قضاء الهرث، جدد الأهالي مطلبهم ببناء جسر للعبور ومدرسة في الجانب الآخر. صار حين مطلبنا حكومة جتنا كشلت، قالت مدارس لا ذات المدارس، لا سوت مدارس، قال جسور لا سوت جسور. وإحنا اليوم بالظاهرات هاي الشباب وطلعت طلعة سلمية، وإحنا نوصي بيهم طلعة سلمية، بس قد يكون الطلعة المرة الثانية لا حقيقة نسوي نريده. زين إيش بالمعنى قرار مجلس الوزراء يطبق للنواب للأخوة النواب ورواتب 30% يزاد خلال 28 يوم يستلم، وأنا مفجوع قلبي مفجوع، أبنائي رايحة، عندي قرار من مجلس الوزراء صار له 6 أشهر معلق. الجهات الحكومية أكدت أنها بطور إحالة المشاريع، وما أخر التنفيذ هو الروتين في استكمال إجراءات تمليك الأراضي. هذه المشاريع تبقى على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كل المدارس في خطة 24 رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يعني إحنا من صوتنا في مجلس المحافظة ولا مدرسة أصلاً ولا مدرسة. في قضاء الهارفة 26 مشروع بقيمة 84 مليار و 474 مليون. وطالب الأهالي بأن تكون المدرسة قريبة على محل سكنهم، وأن تلغى فكرة بنائها على بعد أكثر من 2 كيلومتر عن قريتهم. من محافظة البصرة نور التميمي، الشرقية نيوز. إلى نينوى، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل اتفاقا مع شركة إيطالية متخصصة في مجال إدارة وتنفيذ المؤسسات الصحية لتنفيذ وتجهيز وتشغيل المستشفى الجمهوري في الموصل. وقال الدخيل في مؤتمر صحفي إن الشركة الإيطالية ستقوم بتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجمهوري بسعة 600 سرير من خلال القرض الإيطالي بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء. هذه الزيارة جاءت بدعوة من الحكومة المحلية من أجل مساهمة مجموعة الدكتور كمال الغريبي في دعم القطاع الصحي في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. ابتداء تم الاتفاق على قيام الشركة بتنفيذ مستشفى الجمهوري سعة 600 سرير مع الأجهزة والأثاث وتشغيل المستشفى، سيكون تمويله عن طريق القرض الإيطالي المقدم من القرض الإيطالي الحكومة الاتحادية وبموافقة دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني المحترم. وأيضا تم الاتفاق على قيام مجموعة دكتور كمال الغريبي على تشغيل أحد المستشفيات التي سيتم التنسيق بين الحكومة المحلية ومجموعة جي كي اس دي. تواصل منظمات محلية ودولية جهود دمج ضحايا الإرهاب مع المجتمع المحلي في نينوى وطي صفحة الترويع الذي مارسه تنظيم داعش. ويقول مشاركون في ملتقى ضحايا الإرهاب الثالث الذي حضره جمال البدراني إن مئات الضحايا ما زالوا بلا تعويضات، وإن تعايش المكونات بحاجة إلى متابعة حثيثة وجهود سياسية وعشائرية. نتابع. لم يمنع الإرهاب الذي قطع يد هذا الشاب من إكمال مشواره لمناقشة رسالته في الماجستير، وهو واحد من آلاف ما زالوا يعانون مما خلفه داعش. أحد ضحايا الإرهاب تم قطع إيدي بسنة 2015-65، ومو فقط إيدي وإيد أخويا، السبب هي تهمة السرقة حسب قانون تنظيم العصابات، وهو صحيح هي لا سرقة ولا هم يحزنون ولا وأنا هذا مو ثوبي ولا أعرف هيك ثوب. تجمع منظمة محلية في الموصل ضحايا الإرهاب في محاولة للتخفيف عنهم ودمجهم في المجتمع من خلال برامج للتعايش. في أسعاد المؤتمر إلى ردم هذه الفجوات وإعادة الحياة كما كانت بين المكونات المختلفة، وأيضا كشف عن ضحايا هذا التنظيم الإرهابي من مختلف المكونات. تسعى هذه المنظمة للتخفيف عن ضحايا الإرهاب وما مر به من صعوبات وألم من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. فتح المقابر الجماعية وإنطاء حقوق المكون اليزيدي، أقول لأن هواية منهم لحد هسه ما مستلمين حقوقهم. تتطلب هذه المشاريع دعما جادا من الحكومة العراقية لضمان نجاحها واستمراريتها ولتوفير حياة كريمة لهؤلاء الضحايا الذين عانوا كثيرا. من الموصل جمال البدراني، الشرقية نيوز.
حذر خبراء في السليمانية من فقدان المحافظة ميزتها الجغرافية بسبب التمدد العمراني وتحول مواقع خضراء عدة لكتل خرسانية صماء. ويقول خبراء لمفادنا عثمان الشلش إن المباني العمودية مهمة وتعتبر ميزة معمارية، غير أنها يجب ألا تكون على حساب المناظر الطبيعية التي تميز السليمانية عن باقي المحافظات. عشرات المباني الشاهقة ترتفع في السليمانية، يقول مواطنون إنها شوهت الوجه الحضاري للمدينة وحولتها إلى مدينة خراسانية بلا مساحات خضراء كافية. هذه البنايات تؤثر على البيئة والمساحات الخضراء في السليمانية. للأسف تستخدم هذه البنايات كمجمعات للأغنياء ويتضرر منها الفقراء وشكل المدينة. تؤكد السلطات المختصة أن جميع المباني التي ترتفع تأخذ تصاريحها بشكل رسمي ولا وجود لأي مخالفات في المدينة. آيات السليمانية وبإقليم كردستان عندنا الشروط اللي نتبعها. أولا مكتب للهندسة استشاري يقوم بتصميم المشروع، ومكتب آخر يشيك، بعدين يروح للدوائر الحكومة كلها تشيك التصاميم. وخلال السنوات الماضية منحت نحو 1000 تصريح لبناء المشاريع في السليمانية، ويعترض السكان على طريقتها وأماكنها. للشرقية نيوز عثمان الشلش، السليمانية. البنتاغون يسحب حاملتي طائرات من الشرق الأوسط إلى المحيطين الهندي والهادي. هل انتهى التهديد الإيراني بالرد؟ ننتقل إلى الساحة العربية وتحديدا إلى حرب غزة. سقط 18 فلسطينيا بينهم موظفون من الأونروا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين بقطاع غزة. وقال الدفاع المدني في غزة إنه للمرة الخامسة تقصف إسرائيل مدرسة الجوعاني أو الجاعوني بالأحرى التابعة للأونروا، وتقتل 18 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 18 مصابا بينهم حالة حرجة. وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أن 6 من موظفيها قتلوا في الغارة في أعلى حصيلة بشرية تتكبدها الوكالة الأممية في حادثة واحدة. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل العاملين 6، وقال إن المدرسة التي استهدفتها إسرائيل كانت تأوي 12,000 شخص. كما سجل قطاع غزة سقوط 34 مواطنا و96 إصابة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خلال 24 ساعة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 8 ضحايا سقطوا جراء قصف إسرائيلي لمدينة رفح ومخيم جباليا شمال قطاع غزة. وبحسب الوزارة فقد ارتفع عدد ضحايا القصف على القطاع إلى 41,118 إصابة، والإصابات إلى 95,125 جريح منذ 7 أكتوبر. كما لجأ بعض الفلسطينيين في شمال قطاع غزة المدمر إلى استخدام النفايات لصنع الوقود وسط استمرار إسرائيل بمنع دخول كل أشكال الوقود تقريبا إلى القطاع. ويتوجه فلسطينيون إلى بيت لاهيا في الجزء الشمالي من القطاع للحصول على بعض الوقود الناتج عن حرق البلاستيك في تحد للاشتباكات بين حماس والجيش الإسرائيلي، وكذلك للغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق. تكونت لنا فكرة، والحمد لله رب العالمين استطعنا بفضل الله أن نصنع، أن نعيد تكرير البلاستيك من بلاستيك إلى مادة السولار والبنزين. احنا لجأنا لهذا الشغل في ظل أنه في شح وفي نقص كبير
في مواد البترول كله تدمر، حتى ترمبات ما فيش وكله ما فيش. بنيجي هنا للخطر، بنيجي مشوار عشان ناخد متر السولار، يعني لو في برا هيكون هنا ارخص كمان من برا. وهذا الواحد يعني يشتغل وياكل الاولاد، وان شاء الله تمشي الحرب هذا على خير. احنا بنطلع من الساعه 6 الصبح، بنروح من 7 المغرب، واحنا بنلملم البلاستيك من الابراج عشان نصنع السولار والبنزين. يعني في غضون ذلك قالت حركة حماس إن وفدها المفاوض أكد استعداد الحركة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل على أساس ما تم التوافق عليه سابقا دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف. وأكدت حماس أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس المخابرات المصري عباس كامل في الدوحة للبحث في اتفاق وقف إطلاق النار. يشار إلى أن المحادثات لم تحرز أي تقدم حتى الآن في التوصل لاتفاق على إنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهرا، ومن أبرز القضايا العالقة ملف سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا. أما في سوريا، قتل شخصان جراء ضربة جوية إسرائيلية على محافظة القنيطرة جنوب سوريا وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان إن غارة إسرائيلية صادفت عجلة شرق بلدة خان أرنبة على طريق دمشق القنيطرة ما أدى لمقتل شخصين، أحدهما برتبة عسكرية. وأكدت وكالة الأنباء السورية مقتل مواطنين جراء هجوم إسرائيلي عبر طائرة مسيرة استهدفت عجلة مدنية بصاروخ عند المدخل الشرقي للبلدة وهي بلدة خان أرنبة. هذا وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارتين جويتين في جنوب سوريا وقضى على العنصر في حزب الله اللبناني أحمد جابر. أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع بياض بليدة الإسرائيلي بقذائف المدفعية الثقيلة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من فجر الخميس ذوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي دون أن يذكر مزيد من التفاصيل. من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق حوالي 60 صاروخ من لبنان على الجليل الأعلى شمالي إسرائيل. أمام هذا التصعيد في لبنان، عقد ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت لبحث تطورات الأوضاع على الحدود مع إسرائيل في ظل زيارة وتيرة القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. وبحث بوريل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب مئاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، فضلا عن تداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ما هو التالي شيرين؟ أخبار الرياضة مع الزميل ياسر، تفضل. شكرا لكما سعيد وشيرين. أخبار الرياضة والبداية مع العناوين. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن رسميا نقل مباراة الشرطة والنصر من كربلاء إلى بغداد. أرسنال الإنجليزي يعلن تجديد عقد مدربه الإسباني أرتيتا حتى صيف 2027. أهلا
بكم. وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي على نقل مباراة نادي الشرطة العراقي أمام نظيره النصر السعودي ضمن منافسات دوري أندية آسيا للنخبة. الاتحاد الآسيوي خاطب الاتحاد العراقي رسميا ليؤكد له موافقته على نقل مواجهة الشرطة والنصر لملعب المدينة في بغداد بدلا من ملعب كربلاء. جاء ذلك بناء على طلب نادي النصر السعودي الذي برر ذلك بسبب المسافة بين مطار النجف وملعب كربلاء. هذا ما سيرهق اللاعبين ويؤثر على مستواهم الفني. أعلن نادي أربيل تعاقده رسميا مع لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم أسامة رشيد تحضيرا للموسم الكروي المقبل من دوري نجوم العراق. النادي لم يكشف عن التفاصيل المالية ومدة العقد المبرم مع رشيد، واكتفى بنشر صورة للاعب أثناء توقيع العقد. من جانبه أكد أسامة بأنه رفض عروضا من نواد عديدة، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لتمثيل الفريق بأفضل صورة. وقع المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عقدا جديدا مع النادي حتى صيف 2027، وقاد أرتيتا الفريق للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2019-2020 بعدما تسلم منصبه مدربا لأرسنال في كانون الأول 2019. ويخوض أرسنال مباراته المقبلة أمام توتنهام مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ألزمت اللجنة القانونية لرابطة الأندية الفرنسية المحترفة إدارة نادي باريس سان جيرمان بسداد مبلغ 55 مليون يورو إلى اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، وذلك عن قيمة الرواتب والمكافآت الخاصة باللاعب في آخر 3 أشهر له مع الفريق. ويتعين على إدارة النادي سداد المبلغ في مدة أقصاها 8 أيام بعد رفض اللاعب مقترح الوساطة القانونية الذي طرحته الرابطة الفرنسية، حيث تقدم النجم الفرنسي بشكوى ضد ناديه السابق في 8 آب الماضي من أجل الحصول على مستحقاته المالية. عاد لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني بابلو غافي إلى التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة منذ 10 أشهر بعد الإصابة. اللاعب البالغ من العمر 20 عاما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا في تشرين الثاني الماضي. وشارك غافي في 111 مباراة مع الفريق الإسباني، سجل فيها 7 أهداف، كما وشارك مع برشلونة بالفوز في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في 2023. نهاية الأخبار الرياضية، وهذه عودة إلى سعيد وشيرين، إليكما. لك ياسر، بقي لنا مشاهدينا أن نذكر بأبرز العناوين. بيزاشكيان يدعو من العتبة العلوية إلى السير على نهج الإمام علي في خدمة الناس لا الاكتفاء بزيارة ضريحه. إيران وإقليم كردستان وقفا معا في الأحداث التي شهدتها المنطقة في الماضي، العلاقة بيننا عميقة ونهدف إلى تعزيزها. إيران وكردستان يتفقان على إزالة العقبات أمام العلاقات الثنائية، وبازاشكيان يقول لا أشعر بالغربة بين إخوتي في الإقليم. يجب أن تتضافر الجهود للسلطات الثلاث والسلطة الرابعة التي هي سلطة القوى السياسية وسلطة المجتمع. المالكي يعيد تعريف مصادر القرار في العراق، القوى السياسية سلطة رابعة تحمي السلطات الثلاث.
وفي الحصاد اجتماعات مكوكية للإطار التنسيقي خلال أيام معدودة. الأزمة السياسية في العراق نائمة أم يقظة؟ توجهنا بالصناعة تغطية احتياجات السوق، لكن بالتأكيد على المدى المتوسط ما يفيض من الإنتاج ممكن نصدر. بضمنها مصانع أسمدة في البصرة وبيجي. السوداني يرعى مراسم توقيع عقود 3 مشاريع صناعية ويدعو مجددا للشراكة مع القطاع الخاص. البنتاغون يسحب حاملتي طائرات من الشرق الأوسط إلى المحيطين الهندي والهادي. هل انتهى التهديد الإيراني بالرد؟ معادلة غريبة تخلط أوراق الاقتصاد الريعي. خام البصرة يهبط بينما تصعد أسعار النفط. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها عبر الصفحات الخاصة بالشرقية والشرقية نيوز، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة طبعا بالقناتين. حصادنا انتهى، بقي لي ولشيرين أن نتمنى لكم ليلة هادئة. ونشكر طيب المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.